عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. الفوز والانتصار مؤكدا ايضا الفوز باول اشواط هذا اليوم. تهانينا والناموس والعصافه الابطان، وتهنئه موصوله لسعيد بن حمد بن مبارك المهيري على فوز ايضا ريام ب 12:48 جزءا واحدا من الثانيه. هذه هي ريام صاحبة أول أشواط هذا اليوم، بينما يأتي الشوط الثاني الذي فازت فيه أيضا شبة لسيب بن علي بن كليب الكتبي، وسلالة الشباب أكدت هذا الفوز والانتصار، والعصافة الأبطان فأكد أيضا هناك مثل المدام الدائم 12:50 وجزئين من الثانية. التهانين والناموس على فوز شبابة بهذا الشوط وهذا الأداء المتميز. يأتي الشوط الثالث فكان أداء جميلا ورائعا مع شوط الزمول، فأكد هملو الحمد بن محمد السم المنصوري فكان شعار أبو ناصر حاضرا وثباويا جميل 13:07 من الثانية. تهانين وناموس. الشوط الرابع ذهب إلى البوابة 11 وأكد شاهين لأحمد بن سالم بسيل بشارج العامري مؤكدا فوزا وانتصار. تهانينا لسالم بسيل بالشرج العامري ب 13:09 من الثانيه. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار. الشوط الخامس ذهب مع ميلان لسعاده فري بن علي بن حموده، واكد الشعار الاقتصادي هنا الحضور الاول في هذا الموسم عبر النقل الحي والمباشر 12:56 وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا الحمد بن حمدون الوهيبي بسلطان الحاسم من قدم ميلان. الشوط السادس عاد نفس الشعار ليقدم لنا بشاير سعادة فري بن علي بن حمودة، مؤكدا أيضا فوزي بشاير أحد الأسماء القوية ب 12:52 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز. يأتي الشوط السابع فكان مع سلاب لعبد الله بن خلفان بن علي الرفيسة الكتبي، مؤكدا شعار الرفيسة هذا الفوز والانتصار ب 13:14 وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. الشوط الثامن ذهب مع شاهين لمحمد بن عوض بن سالم الكتبي، فأكد شعار الكتبي هذا الأداء والجميل والرائع من خلال هذه المنافسة 13:06 وفاء وتماما وكمالا. يأتي الشوط التاسع فأكدت فيه الشاهينية بداية الجولة الثالثة عبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي، فكان رائع عرق مع الموعد، مؤكدا أيضا الراكض التراثي والسباق بالراكب الآلي يتواجد أينما كان الحدث 12:50 ستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. وهذا الشوط التاسع مع منحاف لسعيد بن محمد بن مبارك بن حمد الشلخيلي، فأكدت منحاف واحدة من الأسماء القوية 12:55 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس. يأتي الشوط العاشر فكان مع الشاهينية عبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي، مؤكدا 12:50 ستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما يأتي شوطنا الحادي عشر فأكد فيه أيضا هناك مع شواهين لمحمد وسلطان بن محمد الشامسي فوزا وانتصارا جميل ب 12:58 وثلاثه اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما ياتي شوطنا الثاني عشر فكان هناك مع سلاطين صالح بن محمد بن حربي العامري، مؤكدا شعار بن حربي فوز سلاطين ب 12:51 وثلاثه اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز. ياتي الشوط الحادي الثاني عشر او الثالث عشر فكان سراب محمد بن علي بن روض المنصوري، مؤكدا فوزا وانتصار ونقصا وثباويا جميل، فاكد سراب هذا الفوز ب 13:08 اجزاء من الثانيه، واكد انتصاراته المتكرره في هذا الموسم من خلال هذا الاداء. بينما ياتي شوطنا الرابع عشر مع مشهر لنهيام بن مبارك بن محمد بن هدف العامري، فاكد شعار بن هدف راعي شاهين احد بنوك الانتاج القويه والمتواجده مع بن هدف ب 13:11 جزءا واحدا من الثانيه. سمحه تاتي في الشوط الخامس عشر، فاكدت التوقيت الافضل لسهيل بن سالم بسهيل الخيلي، مؤكده 12:38 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. فكانت سمحه مع الموعد ومع هذه الانطلاقة القوية. بينما شوطنا السادس عشر أكدت أيضا الشايبة
لأحمد بن راشد بن محمد بالسم المنصوري، وكان النشوي مع الموعد مقدما نجومية رائعة تهانينا والناموس والتهنية لراشد بن محمد بالسم المنصوري أبو ثياب، من قدم هذا الإنتاج الرائع 1253 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس على هذا الفوز، والسلام يا العذبة سلام. هكذا وصلنا بكم إلى الختام، ختامي هذا الصباح.